وغادي نعطيكم محنشه ولا حشوه ديال اللوز اللي بغات دير بها محنشه كبيره واللي بغات بريواز ولا محنشه صغار. عندنا كيلو ديال اللوز كنسلقوه، كيلو ديال اللوز كيتسلق، والطريقه ديال السليق باش ما كيشرب ليناش الماء بزاف كنديروا الماء حتى كيغلي، عاد كنديروا فيه هذاك الكيلو ديال اللوز وكنصبر غير 5 دقائق كنطفي عليه هكذاك باش ما يشربش الماء بزاف، كنخليه يغلي، الا غلى بزاف غادي يرطب لينا هذاك اللوز. كنخليه غير واحد 5 دقائق في هذاك الماء، كنطفي عليه النار، كنصفيه في الشبكه وكنشللو بالماء البارد باش يحيد ليا هذاك اللون القهوي اللي كيكون في اللوز. كنشللو بالماء البارد، كنديرو فواحد البلاستيكه وكنسد عليه 5 دقائق كنبدا نفسخ، ما كنخليهش في الماء، كنصفيه ونديرو في البلاستيكه وكنبدا نفسخ. كننفخ هذاك الكيلو كامل ديال اللوز، من بعد كنقسمو 600 غرام، يعني كميه كبيره كنخليوها كتبات. ايه 600 غرام كنديروها في واحد البلاطو وكنخليوها كتبات ليله كامله، والنهار الاخر هاد 600 غرام كنطحنوها المره الاولى بوحدها والمره الثانيه مع رابعه ديال السكر كلاصي. المره الاولى كنطحن هاد 600 غرام كلها بوحدها، المره الثانيه كنبقى نهز بشويه بشويه، يعني شويه من اللوز شويه من السكر كلاصي، وكنطحن باش كتعطيني عقده بحال اللي باغي نصاوب الحلويات ديال اللوز كاع بغزال ولا اي حلوه. 600 غرام كتبات ليله كامله، وفي الصباح كنطحنوها مع رابعه السكر كلاصي، كتبقى لينا 400 غرام من هذاك الكيلو. هذيك 400 غرام مباشره ملي كنصح كنقص هذيك 400 غرام، كندهنها بمعلقه كبيره ديال الزيت وكنحمرها في الفران. النار من الاحسن تكون على وجه اللوز، ما خاصش اللوز يجي من تحت، يعني خاص النار تكون النار ما تكونش من تحت اللوز لانه شويه كيتنقط، كيجي منقط وكيجي شويه مر. من الاحسن نحمروا اللوز النار على وجهه مره مره، نحركوا الطاوة حتى كيتذهب اللون ديالو وكنخليوه. كنطحنوه كيبرد واحد شويه، كنطحنوه حتى هو المره الاولى بوحدو هاد اللوز اللي حمرنا، والمره الثانيه مع 150 غرام سكر كلاصي. يعني المجموع عندنا كيلو ديال اللوز وعندنا 400 غرام سكر كلاصي، نتمنى الفكره توصل. هذاك الكيلو ديال اللوز 600 غرام كنخليها تبات وكنطحنها مع رابعه السكر كلاصي، و400 غرام كنحمرها مباشره ما كنخليهاش تبات، مع كنفسخها كنحمرها في الفران ونطحنها مع 150، كنطحنها حتى كتولي بخاليني، يعني مزيت بزاف هذاك اللوز وكيكون اللون ديالو مذهب. من بعد نهار الاخر كنخلطهم، يعني حنا طحنا اليوم هذاك اللوز اللي حمرنا وكنخليو حتى نهار الاخر لهذاك اللوز الثاني اللي خصو يبات كنطحنوه، وكنخلطهم بجوج، يعني اللوز محمر مع اللوز عقده، كنزيد عليهم معلقه صغيره ديال الزبده، وكنبقى نجمع بما زهر، يعني الما زهر تقريبا واحد 3 المعالق او 4 المعالق على حسب اللوز واش ناشف ولا مزيد. كنبقى نجمع بمزهر حتى كتجمع لينا العقده، كنكورهم كويرات صغار، كنخدم بهم بريواز ولا كنديرهم حريبلات صغيورين، كنخدمهم محنشه، يعني المحنشه كنقسم الورقه على 4 وكندير هذاك المثلث الراس الصغير ديال هذاك الورقه اللي قسمنا على 4 الراس الصغير كيكون الفوق، وكندير واحد الحريبل رقيق في التحت وكنبقى نلوي، كننبرم هكذا ومن بعد كنلويها محنشه صغيره. واللي بغاتها محنشه كبيره انا غنحط الصوره في الفيس ولا نضيف لك الصوره، طريقه الصوره باش واخا ان شاء الله للبلوس باش تكون الصوره واضحه. ومن بعد الا درنا محنشات كنطيبوهم في الفران وكنسقيوهم بالعسل، ولا درتهم بريوات كنقليهم في الزيت وكنغمسهم في العسل. وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه.